لواء السيد نصر. هو السيد إبراهيم عبد النبي سالم نصر ابن العزيزية، ولد فيها عام 1955، ودرس بها الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة حتى وصل إلى كلية الشرطة وألتحق بها. تخرج اللواء السيد نصر في كلية الشرطة وتدرب في المناصب القيادية بوزارة الداخلية، حيث عمل مفتش مباحث شفرة الخيمة، ثم رئيسا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، ومديرا للمباحث الجنائية بالسويس. كما شغل منصب مساعد مدير قطاع الأمن العام لمنطقة القناة وسيناء، ومساعدا لوزير الداخلية لتصاريح العمل، ومساعدا لوزير الداخلية للأحوال المدنية. ثم حصل على منصب نائب محافظ القاهرة وأدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظا لمحافظة كفر الشيخ. كلنا